بسم الله مبتدأ وخبرا، والحمد لله ظاهرا ومضمرا، وصلاة وسلاما على خاتم الرسل بشارة ونذرا. أهلا وسهلا بكم محبي العربية وعشاقها من كل فج ومن كل فوج في منصتنا الرائدة، منصة مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة حرسها الله وشرفها. وبعد، حضور الكريم، يحتل المعجم مكانة سامية عند جميع الأمم التي تحافظ على لغتها وتراثها، فهو ديوان اللغة، وعنه يأخذون ألفاظها ويكشفون فوامضها. كما أن المعجم أداة من أدوات الثقافة التي تستخدم للارتقاء بالمجتمع والتقدم به، فهو صورة حية عن التراث في الماضي والواقع في الحاضر. لذا تنوع المعاجم لدى الأمم وتجددها من حين إلى آخر ومعرفة كيفية استعمالها دليل على حيوية لغة هذه الأمة وارتقائها. لذا برزت أهمية ميدان صناعة المعاجم التي تمثل مجالا مهما من مجالات علم اللغة التطبيقي، فاعتنت بها الدراسات اللغوية الحديثة، وأصبحت صناعة عالمية متطورة تخضع لنظريات وأسس وقواعد دقيقة توزن بمعايير ثابتة تدل على نضج هذا العلم. وقد كان للعرب القدامى تاريخ عظيم في صناعة المعاجم، فكانوا مبدعين متميزين لهم السبق في هذا المجال. أما في عصرنا الحاضر فأصبح الأمر صناعة عالمية أسهم في تطورها أمم شتى ومنظمات ومؤسسات عدة. ولقاء اليوم بعنوان المعاني الحقيقية والمجازية في المعجم المحوسب، يصحبنا فيه سعادة الأستاذ الدكتور يحيى اللتيني، الأستاذ في جامعة الملك خالد بأبها. الدكتور يحيى بن أحمد اللتيني أستاذ مشارك ورئيس قسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية جامعة الملك خالد بأبها، له أعمال علمية منشورة ومشاركات في الملتقيات والندوات داخل المملكة وخارجها. من مؤلفاته المطبوعة كتاب حوسبة الدلالة، وكتاب أسس صناعة المعجم المحوسب، ومن بحوثه المنشورة نماذج من صورنة اللغة العربية، محاولة ألسنة النحو العربي جوناثان وينز أنموذجا، ما جاء على غير حاله من كلام العرب وغير ذلك. فمع الأستاذ الدكتور يحيى اللتيني، وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله دكتورنا الأستاذ الدكتور مصطفى شعبان، وأشكر مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة على هذه الفعاليات المتواصلة والاهتمام بهذه العلوم التي عزف عنها الكثير، والشكر مبتدأه موصول لسعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي رئيس المجمع، والشكر أيضا لأستاذنا الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي ربيع المجمع وعنفوانه، والشكر للحضور الكريم على حسن ظنهم بي شخصيا وبعنوان المحاضرة، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. مصطلح الحوسبة هو مصطلح أكثر من اتبعه أو استخدمه هم اللسانيون أكثر من استخدام التقنيين له،
ولعل الكثير يظن أنه مرادف لمصطلح الآخر وهو المعالجة أو معالجة اللغات الطبيعية. فهل مصطلح الحوسبة أولا هو مرادف لمعالجة اللغات الطبيعية؟ وهذه مسألة لها ما وراءها، لذلك سأبدأ بحديث يسير معنا. أصل استخدام مصطلح الحوسبة حتى ندخل في الموضوع هو أن أجعل اللغة قابلة للحساب، فلذلك يحسن في الأبحاث النظرية التي تهتم بالتنظير للغات الطبيعية أن تستخدم هذا المصطلح، بحيث أن تسأل أن يجعل اللساني من اللغة نموذجا قابلا للحساب. وهذه هي مرحلة تهيئة اللغة الطبيعية لتفهمها الآلة. أما الأمر الآخر وهو المعالجة الآلية، فهو الخطوة التالية التي تعتمد على علم الرياضيات من عدة جهات أو في عدة مسائل. لذلك أنا أرى من وجهة نظري أن هذا هو التفريق بين علمي أو بين مصطلحي الحوسبة والمعالجة. لذلك الأكثر ممن يستعملون الحوسبة فهم الذين ينتهجون النهج الأول، وهو محاولة أريضة اللغة ليفهمها الحاسوب، والجانب الآخر هو جانب التحليل اللغوي، أو جانب طبعا الحوسبة تشمل جانب التحليل اللغوي والتنظير اللساني والبعد الفلسفي، بينما المعالجة تبدأ في مباشرة العمل على أريضة اللغة أو محاولة أن تكون اللغة قابلة للحساب. هذا هو المدخل الأول. المعجم المحوسب، لكننا إذا قلنا المعجم المحوسب فيعني ذلك أننا أدخلنا الموضوعين في بعض، فهو فيه حوسبة بالمفهوم الذي ذكرته، وفيه معالجة آلية بالمفهوم الذي بينته أيضا. فهناك عدة عمليات حتى ينضج أو يكون الحاسوب أو يكون المعجم محوسبا. عمليات الحوسبة كثيرة ومعقدة، تبدأ بأيسر الأمور وتنتهي في أعقد الحالات، والتعامل مع اللغة يعني بالضرورة التعامل مع مدونة لغوية. المدونة اللغوية هي مجموعة من النصوص أو مجموعة من الأشكال اللغوية التي يجب أن تؤول إلى النصوص، مثل الأصوات ومثل الصور ومثل مقاطع الفيديو وغيرها، التي يجب أن تؤول إلى أن تكون نصا. ثم يقوم الحاسوب بعدة عمليات بتحويل هذه النصوص إلى نماذج لغوية محسوبة ومحوسبة ومرقمة حتى يستطيع التعامل معها. من أهم الخطوات التي يجب أن أقولها قبل أن ندخل إلى الموضوع هو أن الحاسوب يجب أن يقوم بالتعرف على الكلمات حتى يقسم النص إلى مجموعة من الكلمات. والأمر الآخر هو يجب أن يعرف الحاسوب كيف يقسم هذه النصوص الكبيرة إلى جمل. وهذه هي المرحلة الثانية من التقسيم، ولكل مكتبة أو عدة مكتبات لمعالجة اللغات. هذه المكتبات اشتهرت بمعرفة بمسمى معالجة اللغات، مكتبات معالجة اللغات، وهي متوفرة ومتعددة للغة العربية ولغيرها من اللغات. الأمر الآخر من التقنيات أو الخطوات التي يجب أن يقوم بها الحاسوب هو التحليل الصرفي. فعندما تبحث عن كلمة معينة داخل معجم محوسب يجب أن يحللها صرفيا، فيبعد عنها الزوائد ثم يوصلها إلى الجذر الذي هو مدخل معجمي، أو الجذع الذي هو مدخل معجمي، أو اللمى، أو بعضهم يسميها الوحدة المعجمية الأساسية أو المعجمة،
على حسب صناعة المعجم، لأن كل معجم له أساس في الصناعة، فمنهم من يعتمد على الجذر الثلاثي، ومنهم من يعتمد على الجذع، ومنهم من يعتمد على اللمع، وهي شكل من أشكال صناعة المعادن المختلفة، ولكل هدفه في صناعة المعجم، والهدف هو الذي يحتم عليه الشكل الذي يجب أن يكون عليه الأساس أو أساس الوحدة المعجمية. هذه هي الخطوة الأولى، ومهم جدا وجود المحلل الصرفي حتى على مستويات البحث العادي الذي نقوم به اليوم في تطبيقات النصوص مثل الوورد وغيره. الوورد وغيره أيضا فيه محلل صرفي يستطيع أن يفصل الزوائد عن الكلمة، يستطيع أن يعرف أشكالها المتعددة، الجمع، الإفراد، اللواحق، السوابق، وكل شيء. فهذا هو شكل من أشكال التحليل الصرفي اليسير الذي يستطيع الحاسوب من خلاله أن يصل إلى المفردة بكل أشكالها. فهو لا يستطيع أن يصل إلى المفردة بكل أشكالها إلا إذا كان يحتوي على محلل صرفي. للمحللات أيضا التي يعتمد عليها هي المحللات التركيبية، بحيث أنه يحلل الجملة تركيبيا، فيعرف رأس الجملة ومتعلقاتها، وعندما يعرف رأس الجملة ومتعلقاتها يستطيع أن يقوم بتحليلات دلالية من ناحية، من ناحية أخرى يستطيع أن يحدد التراكيب المتكلسة من التراكيب الحية التي تتغير وتتبدل. التحليل التركيبي أيضا يحدد الجمل بداياتها ونهاياتها، وهذا مهم جدا في وهو من أصعب العقبات التي تواجه مسائل التحليل. هناك محللات دلالية لكنها كلها تعتمد على التحليل. قبل أن أيضا أعود إلى الموضوع، هناك بعض الأشياء التي أريد التنبيه عليها. لا يمكن أن نقول كل شيء داخل أن أقول كل شيء داخل هذه المحاضرة، لكني سأعرض بعض النماذج أو الأشياء باعتبارها عناوين للموضوع. المعجم المحوسب والمعجم المحوسب الذكي. المعجم المحوسب الآن إذا نظرنا إلى المعاجم المتوفرة فإننا نجد معاجم عادية جدا فقط نقلت من الورق إلى الكمبيوتر، وهذه أول مراحل التيسير على القراء والوصول إلى المعرفة بسهولة، لكنها لا تعتمد على التقنيات الذكية في الوصول إلى المفردة ولا في إنتاج النماذج اللغوية والتطبيقات. المرحلة الثانية هي مرحلة المعجم المحوسب الذي يقوم على نماذج غير ذكية، وهو يقوم على قواعد بيانات كبيرة جدا. هذه قواعد البيانات تعتمد على إحدى مصنفات الصناعة المعجمية مثل مصنفة LMS، وهي تقوم بالربط بين هذه القواعد بين قواعد البيانات، فهي تأخذ تقوم تعتمد على معجم محلل صرفيا وجاهز، يعني لا تقوم بالتحليل الصرفي، وهذا كثير من المعاجم المتوفرة اليوم هي لا تقوم بالتحليل الصرفي مباشرة، وإنما تعتمد على قواعد بيانات محللة صرفيا، اعتمدت على واحد من المحللات الصرفية المشهورة مثل باك والتر ولا آخر محلل صرفي كامل ومداميرة وغيره. هذه النتائج كلها موجودة في قواعد بيانات كبيرة جدا. تقوم هذه المصنفة أو الإجراء هي أن تأخذ الكلمة التي أدخلتها ثم تبحث عن تعريفها في قاعدة بيانات أخرى، وعن المتشابهات، وعن الاستعمالات الشائعة، وعن الأمثلة، وتربط هذه الجداول مع بعضها وتخرج لك النتيجة. وهذه المرحلة الثانية وهي مرحلة متقدمة جدا حقيقة، لأن فيها تأسيس كبير جدا وفيها جهد جبار، الذي يختلف عن النموذج الثالث الذي سأطرحه سأقوله بعد قليل، هو أنها لا تعتمد على المعالجة الذكية المباشرة عند استخدام المعجم، وإنما كانت قد اعتمدت على بعض البرامج الذكية في إعداد قواعد البيانات. الشكل الثالث من أشكال المعجم المحوسب هي الأشكال الذكية، وهذا من أهم المعاجم التي ينبغي أن تتجه إليها الآن، المعاجم المحوسبة، وأن تعتمد على الفكرة الثانية، لكنها لا تتوقف
عندها، وإنما تستمر إلى المرحلة الثالثة، وهذه التي تقوم عليها الشركات الكبيرة اليوم. معذرة الدكتور، السلام عليكم. الشرائح عليكم لا السلام. تتحرك دكتور. أنا ما زلت لم أحرك الشرائح، أنا في طيب بارك تنهي الله فيك، بارك الله ثم فيك. أدخل في المعجم المحوسب الذكي، المرحلة الثالثة التي ينبغي أن تكون عليها، هو الذي نجده مثلا في ترجمة جوجل اليوم، أو في البرامج الضخمة الكبيرة التي تقوم بكل العمليات الذكية. فهي تقوم ب التحليل الصرفي الذكي مباشرة، لا تعود إلى قواعد البيانات، تقوم بالمجيء الاتيان بالتعريفات مباشرة بأشكالها التوليدية، أنها تولد يعني التعريفات، ممكن تعطيه صورة وهو يعطيك التعريف، وهذا شكل من أشكال المداخل المعجمية اليوم. يعني إذا ما عاد المدخل المعجمي ما عاد كلمة أو جذع أو جذر أو أي أو جملة، لا، المدخل المعجمي يمكن يكون صورة، وهذه لفتة جديدة ممكن أن تنتبه إليها المعاجم، بحيث أن يكون المدخل المعجمي صوت أو كتابة، وهذا أمر طبيعي متوفر. لكن هل يمكن أن يكون المدخل المعجمي صورة؟ نعم، ممكن أن يكون المدخل المعجمي صورة، وبهذا لا ما عدنا نقول المدخل المعجمي هو مفرد أو مركب، المدخل المعجمي هو جذر أو جذع، هل يعتمد على اللما أو على الجذع والجذر، أو على الكلمة بشكلها المستعمل، أو المعجم الواقعي أو غير الواقعي. فنحن الآن أمام ثورة جديدة، يجب أن تكون كل هذه الأشياء تحت تفكيرنا. ممكن أن يكون المدخل المعجمي صوت من أصوات الكائنات حتى نتعرف على الكائن، ثم يعطيني صورة الكائن وتعريف به، وهذا الصوت كذا، وينتمي ويعطيني الشبكة الأنطولوجية كاملة للمدخل المعجمي. وهذه أيضا واحدة يجب أن تكون وستكون يعني حتما، لأن وصلت التقنية إلى مرحلة متقدمة جدا. هذا هو المعجم الثالث، أنه يكون معجم محوسب وذكي، يعني عمليات الحوسبة فيه عمليات ذكية، يولد التعريف، يولد الأمثلة، يولد الترادف، يولد التضاد، يعطينا المشتركات اللفظية، يعطينا كل الاحتمالات للكلمة، يقوم بحساب الجداء الديكارتي أو جيب الزاوية للوقوع المفردة داخل الكلمة، يقوم بعمليات رياضية كثيرة، يمثل الأشكال الشائعة للمفردات، يعطيك وزنها في كل تاريخ، والكلمات المصاحبة التي تأتي معها غالبا، ويحسب السياق فيحدد أن هذا الجملة أو هذه العبارة التي تبحث عنها وردت في سياق الطب بهذا الشكل، في سياق الرياضة بهذا الشكل. وهذه مرحلة قادمة، وهي حادثة في كثير من الشركات الكبيرة تعتمد عليها. أهمية المعجم المحوسب، أي شكل من أشكال اللغة يجب أن يقوم على معجم محوسب. التصحيح اللغوي، المعرب الآلي، التشكيل، التحليل الصرفي، كلها يجب أن تقوم على معاجم. إذن المعجم المحوسب ليس المقصود به الكلمة ومعناها وأمثلتها فقط. المعجم المحوسب تجاوز هذه الأشياء كلها، حتى أنه لا يمكن أن يكون عندي تطبيق لغوي دون أن يعتمد على معجم محوسب. فيه أشياء أخرى مهمة جدا في الجهاز المفاهيمي للمحاضرة، منها برامج التعلم ونماذج التعلم للآلة، وإشكاليات تحديد الجمل والرؤوس المعجمية، وغيرها من المشاريع أو المصطلحات في الجهاز المفاهيمي مهمة جدا في هذه المحاضرة. طيب، في الأخير فيه كلام عن كيف يمكن أن نفيد بالمعاجم المحوسبة إن شاء الله، لكني أدخل إلى المحاضرة بالمدخل اللساني. من أكبر ما أؤمن به أنا في البحث اللغوي، أنه يجب أن تكون أي عمل معالجة آلية للغة من اللغات أن يعتمد على نظرية لسانية. لذلك فكرة اليوم اعتمدت على نظريتين لسانيتين متداخلتين. النظرية اللسانية الأولى هي النظرية التوليدية، لأنها هي النظرية التي بنيت عليها نماذج تحليل اللغة الحديثة. والمنظور الآخر حتى نصل إلى الدلالة،
هي نظرية الدلالة التصورية، لأن فيها كثير من الافتراضات تجعل التفكير المدخل الفلسفي من خلالها معززا في الحاسب الآلي. لذلك فهي تنطلق فكرة اليوم من نظريتين لسانيتين، النظرية الأولى هي النظرية التوليدية، والنظرية الثانية نظرية لها علاقة بالدلالة وهي الدلالة التصورية. من أهم الافتراضات هو أن ذاكرة الحاسوب تحاكي العالم المسقط في الذهن البشري. لذلك أنا اخترت النظرية التصورية، لأن النظرية التصورية ترى أن دلالة الأشياء داخل الذهن البشري وليست كما هي في الواقع، وهذا الذي يمكن أن نحاكي فيه هذه النظرية في ذاكرة الحاسوب. وكل هذا يكون في ذهن الإنسان عبارة عن معجم ذهني كبير. هذا المعجم الذهني موجود فيه الجذور كلها وسماتها، كل كلمة سمات كل الكلمات، ويستطيع أن يجمع السمات وأن يركب الجذور مع اللواصق الصرفية. هذا العمل الذي في الذهن نسميه المعجم الذهني، وهي عمليات ذهنية لغوية. ممكن أن نحاكي هذه المعلومات الذهنية اللغوية في الحاسب الآلي، لذلك أنا اعتمدت على هذه النظرية. المسؤول عن هذه النظرية أو أول من بدأها بعدما انشقوا عن تشومسكي هو في 73 جاك كندوف. ومن أهم هذه من أهم افتراضات هذه النظرية أن ما يحصل في الذهن البشري من تمثيلات دلالية يمكن الآلة محاكاته بعد تحليل الدلالة إلى مكوناتها الأولية، لأن الدلالة التصورية تقوم على التحليل. طبعا هذا الافتراض ليس افتراض النظرية التصورية، وإنما هو افتراضي أنا الذي جعلني أعتمد على النظرية التصورية. من الافتراضات التي اعتمدت على النظرية التصورية أيضا أن هناك مستوى واحد للتمثيل الذهني، وهو البنية التصورية، حيث تتلائم المعلومات اللغوية وغير اللغوية، وأيضا أنه يمكن ترميز جميع مكونات المعجم من الجذور والجذوع وأشكال التراكيب أو قوالب التركيب والسوابق واللواحق وكل أشكال اشتقاق الجملة. يمكن أن نقوم بعملية أتمتة في الحاسوب كما يحدث في السيرورات الذهنية. من هذه الافتراضات نقول أن كل معجم ترمز وحداته المعجمية وسماتها وفق الثقافة التي ينتمي إليها، لأن قلنا تصورية، والتصورية تختلف من ثقافة إلى ثقافة. فمثلا عندنا في أكلت البرتقالة، عندنا نحن العرب هنا نقول أكلت البرتقالة، بينما في غينيا كناكري لا تجد أحدا يقول أكلت البرتقالة. فنحن عندنا أن البرتقالة مأكول وترميزها مأكول، بينما البرتقالة في جهة أخرى من العالم يكون ترميزها مشروب. وعندنا في العالم العربي، يعني مثلا عندنا في معظم السعودية يقول أكلت العسل، بينما في اللغة المصرية أو في اللهجة المصرية أو عند المصريين يقول شربت العسل. هذه واحدة من الأشياء التي يجب أن تراعى في الترميز. الأمر الآخر، من أهم القيود في النظرية التصورية قيد التأليفية، ومعناها أن الشكل العام للجملة يتألف من الأجزاء اليسيرة أو البسيطة في الجملة. لذلك خرجوا لنا بنظرية تذرير اللغة حتى نصل باللغة إلى ذرات صغيرة، ثم نبني هذه الذرات تنتج لي الدلالة عن طريق الدلالة تنتج عن طريق التأليف بين هذه المكونات الأساسية. وهو افتراض مهم جدا، لأنه هو الأساس الذي نعتمد عليه أو اعتمد عليه في الوصول إلى المعنى. قيد الحاسوبية وهو اللي تكلمت عنه في بداية المحاضرة، وهو أنه كل لغة يجب أن تكون قابلة للحوسبة، ويجب على اللسانيين أن يصلوا بالتحليل اللغوي إلى مراحل يجعلها قابلة للحوسبة حتى نصل إلى نتائج ناجعة في هذا الموضوع. من هذا نأخذ الخلاصة التالية، وهو أهم ما في الخلاصة هو الاعتماد على السمات التي تكون للكلمات، فكل الكلمات في المعجم الذهني لها سمات محددة، وهذه السمات كثيرة جدا، بعضها لا يمكن حصره، لكن هناك شكل من أشكال السمات مهم جدا نعتمد عليه، وهو الأساس جدا الذي وصلت إليه الدراسة
وهو أن هناك سمات سموها السمات الطاغية. هذه السمات الطاغية في المفردة هي التي تحول المعنى الحقيقي إلى مجازي، أو المعنى المعتاد إلى معنى غير معتاد. وهذه السمات الطاغية هي التي نحرص على أن نرمزها داخل المعجم المحوسب حتى نفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأنه سوف تجد بعض الكلمات لها سمات لا يمكن حصرها، فهل يمكن أن نرمز هذه كلها؟ لا، لكننا سنعتمد على السمات الطاغية. طبعا من النظرية التوليدية هناك ما سموه بالدلالة الحاسوبية، التي وصلت في آخر نماذج شومسكي، وهو البرنامج الأدنوي الذي يعتبر الآن من الكلام في الماضي جدا، لأنه البرنامج الأدنوي تقريبا في عام 1994 كان في آخر صوره، وهو قلص فيه العملية التوليدية إلى الشكل التالي، هو أن يكون هناك معجم كما تكلمت قبل قليل فيه كل شيء، جهاز معجمي ذهني كامل لدى الإنسان فيه كلمات المعجم التي تعلمها، وفيه أيضا الصيغ الصرفية كاملة التي يمكن أن يشتق أو يولدها من جديد، وفيه أيضا الأشكال تركيب الأصوات وتركيب الجمل، وتحدث عمليات بعد المعجم حتى توصله إلى البنية العميقة، والبنية العميقة توصله إلى البنية السطحية، والبنية السطحية تتمثل في صورتين، صورة صوتية وصورة دلالية، أو صورة صوتية وصورة منطقية. هذه هي العمليات، أنه يحدث عملية ضم أو دمج بين مكونات المعجم، سواء المكونات التي نسميها المكونات الخام أو المكونات المتغيرة. هذه هي عملية الضم، وبعد ذلك تحدث عملية النقل من المعجم إلى الشكل الذي اختاره المتحدث أو المتكلم لإنتاج الصورة المنطقية هو الصورة الصوتية. العمليات تحدث كما يلي على حد تصور البرنامج الأدنوي، أنه يقوم بعملية تعداد لكل الوحدات المعجمية، اثنين فتنتج الجملة فهم الطالب الدرس في الذهن، ثم عملية الانتقاء بحيث أن الرأس المعجمي فهم، إذا أراد المتحدث أن تكون الجملة حقيقة فإنه يختار لها الطالب ويختار لها الدرس. لماذا اختار الطالب؟ على حسب السمات الدلالية التي في الطالب. ولماذا اختار الدرس؟ على حسب السمات الدلالية التي في الدرس، لأن السمات الدلالية في الطالب والدرس هي التي تخرج لي المعنى هل هو حقيقي أو مجازي، ثم تقوم عملية الثالثة وهي عملية الدمج أو الضم بين مكونات التركيب. هذه هي العمليات التي حدثت مع السمات الدلالية. الآن الفعل فهم يجب أن يكون من سماته أنه ذهني وأنه حالة، سمات الفعل نفسه. سمات المفعول يجب أن يكون غير محسوس، لذلك أخذ سمة ناقص محسوس، وهذه السمة الطاغية، مع أن هناك سمات كثيرة لكنها لا تؤثر. فإذا جاء فهم الدرس مع فاعل، هذا الفاعل أيضا له سمة العاقل، فإن الجملة ستكون حقيقة ولن تكون الجملة مجازية. فنحن اعتمدنا على الرأس المعجمي واختيارات المكونات التركيبية له، سواء المكون الأقصى أو المكون الأدنى أو المكون الأول أو المكون الثاني على حسب النظرية التوليدية، لا أريد أن أخوض فيها، لأننا نعرف أن التحليل التوليدي يختلف عن التحليل الآخر، هو التحليل التبعي في النحو العربي. والصورة العامة للنموذج النحوي الأدنوي الذي يعتمد على التحليل التوليدي هو أن يكون عندي معجم، ثم تعداد المكونات المعجمة التي يريد المتحدث النطق بها، ثم ينتقي من مكونات المعجم ثم يضمها مع بعضها بحسب الانتقاء، طبعا بحسب السمات الدلالية، ثم يضمها مع بعضها لينتج لي الصورة الصوتية والصورة الدلالية أو الصورة المنطقية. طيب، ناخذ واحد من الأمثلة
على معنى حقيقي ومعنى مجازي لرأس معجمي واحد. سأختصر لأني الآن وصلنا إلى نصف ساعة تقريبا. حل الطالب المعادلة، وهذا معنى حقيقي أو معنى مجازي، لأن المعنى الحقيقي للكلمة حل هو حل الحطاب عقدة الحبل. طيب، ما الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ يعني ما المكون التركيبي الذي حول المعنى من حقيقة إلى مجاز؟ نجد أن حل الرأس المعجمي واحد، والطالب والحطاب لهما نفس السمات فهما كلهما أحياء وعاقلين، لكن المفعول به مختلف، فالمعادلة غير محسوس بينما عقدة الحبل محسوس. إذن المعادلة يكون التركيب فيها المعنى مجازي، بينما عقدة الحبل يكون التركيب أو المعنى حقيقي فيها. لذلك في الترجمة الآلية التي تعتمد على ترجمة حلة، هل هي حل الذي له علاقة بالتحليل والدرس، أو حل الذي له علاقة بالفك وتفكيك أجزاء العقدة؟ فعندنا مكونان معجميان، لهما مكونان معجميان آخران في اللغة الأخرى، والترجمة الآلية تعتمد على التحليل الدلالي لهذه الأفعال. نأخذ أمثلة أخرى مع التحليل. الفعل نشر، حتى يولد لي الفعل نشر، حتى يولد لي الفعل نشر معنى حقيقيا، يجب أن يكون الفاعل عاقل وحي، لأنه لو قلنا عاقل فهو يأخذ معه صفة حي مباشرة، وأن يكون المفعول به يحمل صفة الصلب في هذا المثال. بينما لو تغيرت السمات الدلالية في الموضوع الأول أو في المكون الأول والمكون الثاني فسيتغير المعنى. لاحظ أن نشر النجار الخشب مفعول به معنى حقيقي، بينما نشر الحب قلب العاشق يكون المعنى مجازيا. الذي حول الحقيقة إلى مجاز هي السمات الدلالية التي تصف بها المكونات. هذه أهم السمات الدلالية التي يجب أن تكون في الفاعل حتى يكون المعنى حقيقيا. مثلا عندي أفعال الحالات: رغب وظن واعتمد ووجد وكره وفرح وأراد وفكر وشعر وفضل، يجب أن يكون فيها الفاعل حي حتى يكون المعنى حقيقيا، ولو تغيرت الصفة من موجب إلى سالب سيكون المعنى مجازي في الغالب. قائمة الموضوعات: الفاعل مع حتى التي تنتج لي مع الأفعال السابقة المعاني الحقيقية هي هذه الصفات، وكلما تغيرت الإشارة من الموجب إلى السالب فإن المعنى يتحول من الحقيقة إلى المجاز. هذه أمثلة في الحقيقة والمجاز. رغب زيد في الشيء ورغب عنه، الفرق بين رغب في الشيء يعطينا معنى ورغب عن الشيء يعطينا معنى هو المكون أو الشكل التفريعي للمكون المقولي. الذي اعتمد على في يعطي نتيجة، بينما الذي يعتمد على عن الشيء يعطي نتيجة أخرى. إذن الآن عندنا شكل آخر من أشكال التحويل في الدلالة، وهو التفريع المقولي. التفريع المقولي هل هو ما الذي وقع في الموقع الثاني من الجملة؟ إذا قلنا أن الموقع الأول هو الفاعل والموقع الثاني هو موقع الفضلة، فهل الموقع الثاني أخذ التفريع المقولي مركب اسمي أو مركب حرفي؟ فإذا كان المركب اسمي فإن هناك دلالة، وإذا كان مركب حرفي فإن هناك دلالة أخرى. طيب، هذه واحدة من الحالات أو واحد من الجداول الذي يشرح. رغب زيد في الطعام، نحلل السمات الدلالية في الفاعل: زيد حي عاقل محسوس، والفضلة رغب زيد في الطعام، الفضلة هنا المكون التركيبي لها أنها فضلة ليست فاعل،
ويعطينا معنى حقيقي. رغب المريض في الشفاء معنى حقيقي وفق لاحظ معي المعنى المجازي هنا، اعتمد السقف على الأعمدة. نعرف أن الاعتماد المفترض أن يكون المعتمد هو عاقل، لكن هنا صار السقف فأخذ صفة السالب، لذلك ظهر عندي المعنى المجازي. كرهت الأرض العصاة، مجازي لأن الأرض غير عاقل. كره المسلم الحقد، المعنى حقيقي لأن الفاعل عاقل. وهكذا تحكم وهكذا تتحكم السمات الدلالية في المعاني المجازية والحقيقية مع التفريع المقولي. وهذا واحد من الجداول يشرح طريقة البناء الحاسوبي لها، لا للجملة، وفق علامة الإشارة، وكل إشارة تعطينا سمة دلالية محددة، وبناء على هذه النواتج جمع هذه السمات تكون عندنا نواتج إما معنى حقيقي أو مجازي أو حقيقي أو مجازي، وفق التحليل للأفعال السابقة، رغب وظن واعتمد ووجد في مع متعلقاتها أو مع موضوعاتها الفاعل والمفعول. من أهم النتائج في هذه الدراسة أن معالجة أي جملة تقوم على مفاهيم حاسوبية مضافة إلى الأساس النحوي، ولا يوجد مستوى خاص للدلالة اللغوية، بل يحكم بالمستوى بتصورات المتكلمين كما قلنا من ثقافة إلى ثقافة. كل وحدة معجمية تتحلل أو تحلل إلى سمات تفريعية ضرورية وغير ضرورية، وهو الذي قلت عنه السمات الطاغية المؤثرة، لأنه ليس كل السمات تخدم في هذا الجانب، ممكن أن تكون السمات تخدم في جوانب أخرى، لكنها في أتكلم عن الحقيقة والمجاز، هناك سمات هي المسؤولة عن الحقيقة وعن المجاز. عندما يستدعي الذهن وحدة معجمية فإنه يستدعي معها ما تتألف منه من بنية المعلومات، لأن الإنسان عندما يفكر يختار الكلمة التي تخدم الفكرة، وعند اختياره الكلمة التي تخدم الفكرة الرأس المعجمي مباشرة سيختار كل المكونات المعجمية التي تحمل السمات الدلالية التي توصل إلى الفكرة الحقيقية، أو السمات الدلالية التي توصل إلى الفكرة المجازية. أن المتحكم في تحديد نوع المعنى من حيث كونه حقيقة أو مجازا هو توافق السمات المقولية، اللي هي مركب فعلي، مركب اسمي، مركب حرفي، مع السمات الدلالية حي وعاقل ومحسوس وإنسان وصلب وطعام في أغلب الأمثلة التي تناولتها الدراسة. طيب، الإطار اللساني انتهى تقريبا الآن، أعطي لمحة فقط يسيرة جدا إلى الإطار الحاسوبي في 5 دقائق وأنتهي. العمل التقني الحاسوبي هو يحتاج إلى احتياجات لسانية مهمة جدا، مثل التحليل اللساني والتوسيم اليدوي. الذي يقوم بالتحليل اللساني هم اللغويون بالدرجة الأولى، لا يستطيع الحاسوبيون أو المهندسون القيام بالتحليل اللساني. ما هو التحليل اللساني؟ إما التحليل صرفي يدوي، وهم الذين يعرفون الأسماء والأفعال والصفات والمصادر وغيرها، هم الذين يقررون هل يعتمدون على التحليل الثلثي إذا كان مجديا، أو ينتقلون إلى التحليل السباعي كما اختاروا في مثلا مدرسة تمام حسان وغيرها، أو غيرهم السابقين. هؤلاء الذي يقوم به اللسانيون. الأمر الآخر التحليل التركيبي، الذين يحللون الجملة إلى رأس ومكوناتها، أو إلى فعل ومتعلقاته، وهم الذين يحاولون معالجة العثور أو التعثر الحاسوبي في بعض المسائل، مثل مسائل كأن في التشبيه، فهل هي رأس معجمي بحرفيتها، أو أنها تنتقل إلى الفعل الذي جاءت منه أو تقوم مقامه. هذا قرار لغوي بحت ليس للحاسوبي الدخل فيه. أدوات النفي، ما هل هي أفعال أو هي صفات أو هي أدوات، حتى لو كانت أفعالا في عرف اللغويين، هذا الذي يحكم فيها هم اللسانيون بالدرجة الأولى. التوسيم اليدوي الذي يقوم به من أوله إلى آخره هم اللسانيون، الذين يحكمون التوسيم اليدوي هم اللسانيون. أيضا التحليل الدلالي الذي يحكمه هم اللسانيون. الاحتياجات الحاسوبية، هناك مكتبات معالجة اللغات الطبيعية مثل مكتبة NLPK، ولو أنها ليست مخصصة للعربية،
لكنها تقوم بتحليل الجمل العربية إلى مكوناتها، فهي تحلل الجملة إلى النصوص العربية إلى كلمات، أيضا فيها محلل يعيد الكلمة إلى جذورها مع بعض الأخطاء. هناك محلل، هناك مكتبات أخرى مثل مكتبة كامل وغيرها تحلل بدرجة كبيرة. نحن نأمل في مجمع الملك سلمان إن شاء الله، فيه نأمل على أن يكون هناك أدوات أيضا تقوم بالتحليل، وهم في منصة سلك، يعني قطعوا شوطا كبيرا في أمور أساسية. أعتقد أنه سيكتمل الموضوع أو المشروع. أيضا نحن نحتاج إلى مكتبة تحليل المشاعر مع تغيير التوسيم إلى حقيقة ومجاز، بدل التوسيم القائم فيها الآن، أو أن نبني نموذج للتعلم بحيث أننا نعلم الآلة على الجمل الحقيقية والجمل المجازية بواحدة من هذه المكتبات. نحن بحاجة في تحديد السياقات التي ترد فيها الجمل، نعتمد فيها على مكتبات حساب الكلمات ومتجهاتها الزاوية، أو ما يسمونه بالورد فيكتور، وهو حساب متجه الكلمة، فهو يحدد لي أيضا هل الكلمة في الحقيقة أو المجاز بناء على الدور الذي جاءت منه. الأمر الآخر، هناك حقيقة ومجاز ليس لها علاقة بالمجاز العقلي أو بالفعل وما ينتمي إليه، وهو هي المجازات، الاستعارات والكناية. هذه يمكن أن تدرس في جانب آخر من التحليل الدلالي، وهو الذي يعتمد على الحقول الدلالية. فورود الكلمة في حقل دلالي محدد يعطينا معنى حقيقيا، بينما لو انتقلت الكلمة من حقل الدلالي هذا إلى حقل دلالي آخر ممكن أن يعطينا معنى مجازيا، وهذا يحل إشكال كبير. فهذه بصورة بسيطة جدا. هناك كلام كبير في الجانب الحاسوبي، يمكن أن يكون هناك لقاء آخر إن شاء الله للحديث عنه. شكرا لكم جميعا على استماعكم وصبركم، وأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم. تفضل دكتور. شكرا جزيلا سعادة الأستاذ الدكتور يحيى اللتيني على ما تفضلتم به من تعريف للمعجم المحوسب وعمليات الحوسبة، وأن الحاسوب يجب أن يتعرف على الكلمة حتى يقسم النص إلى مجموعة من الكلمات والنصوص الكبيرة إلى جمل. وما تفضلتم به من اختصاصات المعجم المحوسب المحلل الصرفي، والفرق بين المعجم المحوسبي والمعجم المحوسب الذكي الذي يعتمد على التقنيات الذكية، وتفضلتم كذلك ببيان أهمية المعجم المحوسب وأنه ليس المقصود به الكلمة ومعناها، بل تجاوز ذاك إلى أشكال عدة يمكن الاستفادة منها في الحقل المعجمي، وأن ذاكرة الحاسوب تحاكي العالم المسقط في الذهن البشري أو المعجم الذهني. كما ناقشتم مشكورين النظريات اللسانية التي درست المعجم المحوسبة وعمليات حوسبة اللغة، وكيفية التوريد الدلالي والسمات الدلالية التي يجب أن تكون في الكلمة حتى يكون المعنى حقيقيا أو مجازيا، وتطرقتم إلى العمل التقني الحاسوبي وما يتطلبه من الاحتياجات اللسانية كالتحليل اللساني والتوسيم اليدوي والاحتياجات الحاسوبية وما تتطلبه من مكتبات معالجة اللغات الطبيعية ومكتبة تحليل المشاعر مع تغيير التوسيم إلى حقيقة ومجاز إلى غير ذلك من النقاط المهمة البارزة المتعلقة بهذا الموضوع. فشكرا جزيلا لكم دكتور يحيى على هذه المعلومات القيمة وعلى هذا العرض الثر، ونستفتح مداخلاتنا إن شاء الله بسعادة الدكتور عبد الكريم الزهراني. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. مرحبا دكتور عبد الكريم، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم دكتور يحيى، وشكر الله للمجمع هذا اللقاء الطيب الجميل، ومحاضرة فعلا قيمة وجميلة وتبعث الأمل. والحقيقة أن كان لي استفسارات، ولكن في نهاية المحاضرة يبدو أنك أشرت إلى بعض هذه الإشكاليات أو التساؤل لدي. فالمحاضرة يعني ركزت على الاستعارة وما يسمى بالحقيقة والمجاز من خلال التركيب، وأسأل عن موقع الجملة الاسمية
عندما يأتي الخبر ذات، هل له نصيب في هذه الدراسة؟ والأمر الثاني كذلك بالعلاقة المجاز المرسل وما يتعلق به، كيف نصل إلى حوسبة مثل هذه القضايا، ولو أنكم أشرتم في نهاية المحاضرة إلى شيء من هذا. وأكرر شكري لكم أخي الكريم على هذا الثراء، واللي فعل المحاضرة تبعث الأمل وهي فخمة وعظيمة في مجالها، وجزاكم الله خيرا. آمين دكتور، بارك الله فيكم. دكتورة عبد الكريم، المداخلة التالية دكتورة هياء. السلام عليكم دكتورة هيا الشمري من السعودية، كيف الحال؟ وعليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كان عندي سؤال للدكتور يحيى وهو زميل عزيز. دكتور يحيى، ما هو مدى استفادتنا من الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت في الظهور بعمل معجم حاسوبي؟ شكرا لكم. شكرا دكتورة هيا، مرحبا بكم. طيب دكتور يحيى، ممكن نجيب عن هذين السؤالين؟ طيب، الصوت واضح. الدكتور نعم عبد نعم الحكيم عبد الدكتور عبد الكريم، حياك الله، سعيد بمداخلتي. الجملة الاسمية هذه واحدة ترى من الإشكالات التي تواجه التحليل اللساني، لأنه لو نظرنا للغات الأخرى نجد فيها افتراض مهم، وهو أن كل الجمل فعلية. لذلك في واحدة من الإشكالات التي واجهتني في محاولة أسس صناعة المعجم المحوسب هو الجملة الاسمية، لكن اعتمدت على افتراض أن كل الجمل فعلية، والجمل الاسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر ليس فيها مشتق أنها تؤول بمشتق في أغلب مجالاتها، إذا اعتمدنا على تفريع المقولة. أو أن يكون هناك حل آخر بالاعتماد على قرائن أخرى في تحليل الحقيقة والمجاز، من أهمها الخروج والدخول في الحقول الدلالية. لكن مثلا الأفعال، الجمل التي تبدأ بأدوات مثل كأن وأدوات النفي وغيرها، فإنها تؤول بالأفعال، فكأن تؤول بأفعالها يشبه، والأفعال النفي تتأول بأفعال النفي، وبذلك نعود إلى نظرية واحدة تحاول معالجة هذا. طبعا هذا التوليديون العرب حاولوا أيضا أن يقوموا بهذا الحل، لذلك فهم افترضوا أن كل الجمل تكون فعلية أو تؤول إلى شكل فعلي، حتى نصل إلى النتيجة مناسبة في التوسيم وغيره. وهو الكلام الذي تكلمت عنه بحيث المجاز المرسل والمجاز العقلي، لكن هذه هي الحلول الممكنة التي تواجه اللغة العربية. وهذا هو شغل اللسانيين، هذا هو عمل اللسانيين في الأساس، أن يبحثوا عن نظائر فلسفية أو غيرها ننطلق منها لحل هذه الإشكالات التي بنيت عليها اللغة في فترة من الفترات لأغراض محددة. واليوم نحن نريد توصيف اللغة بشكل معين بحيث أن نصل إلى نتائج معينة. هذا التوصيف لا يؤثر على علم اللغة في العموم، النحو العربي موجود، والتوصيف الذي نريده للغة بحيث أن تكون طيعة للآلة هذا موضوع آخر. الدكتورة هيا الشمري، أيضا أسعد بمشاركتك وتداخلك. الذكاء الاصطناعي فيه أشياء كثيرة جدا اليوم، أشياء كثيرة جدا يقوم الذكاء الاصطناعي بحلها، من أهمها الاعتماد على نماذج تعلم اللغة. في نماذج تعلم لغة كبيرة الآن ممكن ترجمتها هي العربية، وترجمتها هي العربية يمكن نعلم عليها الآلة أيضا، بحيث أنها تكون نماذج تدريب للآلة، فتصل إلى نتائج مذهلة جدا، وهو الذي يوفر علينا وقتا كبيرا يعني. ونحن الآن غير معذورين في ظل أن الذكاء الاصطناعي صار متاحا للجميع اليوم، فقط على الجهات أن تبعث المتخصصين، وأن أن أن تشغل أن تجعل المتخصصين يعملون في إنتاج هذه المعرفة. قلت مثلا نماذج تعلم الآلة موجودة في كل مكان، ممكن أن نأخذ أي نموذج من نماذج تعلم الآلة في أي لغة من اللغات نجحت، ونترجم هذا النموذج، أو نترجم نتائج هذا النموذج، فنصل إلى نتائج مبهرة جدا. الآن في جوجل
في ترجمة جوجل ما عاد تحدث الإشكاليات التي حدثت قبل 10 سنوات أو 20 سنة. لا، الآن صارت الحلول أسهل بكثير جدا وأتقن يعني، وهو الآن يعرف الحقيقة ويعرف المجاز عند الترجمة، يعرف الفرق بين ضرب المعلم مثلا وضرب الجلاد المجرم، يعرف الفرق ويترجم الأولى بجيف أو شو ويترجم الثانية بهت. فهو يفكر، والآن ممكن أي واحد ممكن يدخل على جوجل ويكتب الجملتين، مع أن الرأس المعجمي هو ضرب واحد، لكن النتائج مختلفة في الترجمة. شكرا دكتور. شكرا دكتور، تفضل. نعم، بارك الله فيكم. الأخ الكريم محمد نصر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. معلش اسف كان الصوت غير مجهز. اهلا وسهلا بكم واشكركم على هذا اللقاء الطيب الكريم، واشكر سعادة الدكتور يحيى على هذا الطرح المهم الذي تحتاجه اللغة العربية في وقتها الراهن كأحوج ما تكون. كان لي استفسار بسيط يدخل في نطاق يعني قضية المجاز تحديدا فيما يخص الأدب والبلاغة. أنت صحيح طرحت أن قضية الاستعارة والمجاز العقلي وما إلى ذلك يحتاج إلى وقت. أنا أريد فقط الآن يعني في علم اللسانيات الأمور سهلة لأنها تحتوي يعني الأمور، الأمر يتعلق بكلمة أو كلمتين وما إلى ذلك، لكننا في علم البلاغة أو الأدب نحتاج إلى السياق، إلى جملة كبيرة، ونريد أن نشرح معنى الاستعارة المكنية يعني هذه الأشياء كلها تحتاج إلى فهم دقيق، وهي إشكالية تواجهنا لها بالتحديد فيما يخص الناطقين باللغة العربية. فهل هناك آليات معينة في ظل هذا الطرح الذي طرحته ممكن أن نطور به البحث في قضية المجاز في الحاسب الآلي؟ وأشكركم شكرا جزيلا. شكرا دكتور. الأخ الكريم محمد بن نقود، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد أسعد الله صباحكم. السؤال هو ما المقصود بالمعجم المحوسب؟ هل المعجم المحوسب هو المعجم الذهني في النظرية التوليدية، أم هو تحويل المعجم العربي إلى معجم ذكي، إلى معجم ذكي يعنى بالمفردات؟ فهنالك خلط في مفهوم المعجم المحوسب، لأن النظريات التي صيغت حاسوبيا تختلف في نظرتها إليه. وشكرا. نعم، شكرا أخي الكريم. نعم دكتور، تفضل دكتور يحيى. حياك الله يا دكتور. مرحبا دكتور، أستاذ الدكتور محمد نصر، سلامة. ما يخص الأدب والبلاغة يجب أن نفكر بتفكير واقعي. كل لغات العالم فيها مجاز وفيها استعارات وفيها كنايات، وهناك نماذج لغوية كثيرة نجحت في التعرف، واليوم هناك دراسة موجودة في جامعة الملك عبد العزيز وصلت ترجمة جوجل لرواية من الروايات في المجاز والحقيقة في الاستعارات والكنايات إلى نسبة تزيد عن 80%. النماذج الذكاء الاصطناعي تقوم بعدة عمليات لمعرفة الحقيقة والمجاز من خلاله. من أهم العمليات التي تقوم بها هو حساب متجه الكلمات لكل كلمة، تجعل له وزن في كل سياق محدد. فإذا جاءت هذه الكلمة زادت نتائج مجموعها مع مجموع كلمات الرصف التي حولها عن حد معين فإنها تخرجها إلى الحقيقة، وإذا نزلت هذه الحسابات عن حد معين فإنها تجعلها في المجال. لذلك الموضوع مدروس وعليه اشتغالات كثيرة. فقط على اللسانيين، هم على اللسانيين أن يحددوا الأشكال التذرير اللغوي الذي يصنع لنا الحقيقة والمجاز،
سواء كان المعتمد على التركيب أو المعتمد على الحقل، على الحقل الدلالي. وبعد ذلك ممكن أن تعطي الآلة نماذج تعلم، هذه النماذج ستوصل إلى النتيجة. بالنسبة للمتعلم العربية للناطقين بغيرها تقريبا هي نفس الآلية، إلا أن متعلمي اللغة للناطقين بغيرها بحاجة إلى تغذية لغوية أكثر منها إلى تغذية حاسوبية. هذا هو بالنسبة للحقيقة والمجال. فأن نقول أن الآلة هل ستستطيع؟ ستستطيع الآلة. الآن ممكن أن تجرب جوجل بالترجمة وتعطيه كلمة بالجملة بالعربية فيها مجاز أو فيها كناية، وتنظر إلى الترجمة، سيترجمها بالمعنى الذي كان يريده الأديب أو الشاعر بنسبة كبيرة جدا، يعني ليس بنسبة 50%، لا، تجاوزها بمراحل. فهو العمل الأساسي إذا وجدنا أي إشكال في فهم الآلة فهو إشكال في تصميم اللغوي، أو إشكال في عدم تحليل اللغوي للغة. إذا ضعف التحليل اللغوي تضعف النتائج. بالنسبة للأستاذ الدكتور محمد من مبخوت، المعجم الذهني هو ما يخص الإنسان ومكوناته وكل شيء. المعجم المحوسب هو محاولة محاكاة ذلك، بحيث أنه كل عملية أو سيرورة ذهنية كما يقول اللسانيون نوجد لها سيرورة آلية محددة، كيف أن الإنسان يفهم اللغة هو يفهمها عن طريق التأليفية كما قالت النظرية. إذا نقوم بتدرير اللغة إلى مكونات أساسية ثم نحاكي عملية تأليف هذه الأجزاء حتى نصل إلى الدلالة المحددة. لاحظ أن اليوم الحقيقة والمجاز قلنا أنها تعتمد على السمات الدلالية في المكونات، وهذا الشكل من أشكال التحليل اللغوي، أن نصل بالتحليل اللغوي إلى أقل درجة ممكنة حتى نصل إلى النتائج. ثم يكتشف اللسانيون بعد ذلك أنه هناك سمات هي التي تؤثر في الحقيقة والمجاز، وسمات عابرة لا تؤثر في الحقيقة والمجاز، فنعتمد على هذه السمات. فالمعجم الذكي هو محاولة، في أهم ما فيه هي محاولة محاكاة السيرورات الذهنية، سواء بالتركيب، لأن المعجم الذكي المفترض أن يولد لغة، أن يولد نصوص، أن تقول له عبر لي عن الجملة التالية، إذا قلت للحاسوب عبر لي عن الصورة، تعطيه صورة شاطئ، تقول له عبر لي عنها، كيف يعبر عنها؟ يحلل الصورة إلى مكوناتها الأساسية، ثم يأخذ ما يقابل كل مكون أساسي في المعجم، ثم يعتمد على قواعد التركيب اللغوية الخاصة بكل لغة، فيبدأ يركب للفعل والفاعل والمفعول به على حسب الصورة التي أمامه. ممكن أن تطلب منه أن أيضا مرة أخرى، كما هو موجود في مولدات اللغات الآن الذكية، أن تطلب منه أن يغير الأسلوب بأسلوب أكثر تشويقا، يغير التركيب، أن تقول له غير الأسلوب بحيث يكون فيه تشبيهات، يغير ويعطيك تشبيهات أخرى. فالمعجم الذهني أو المعجم المحوسب الذكي هو محاولة تقليد السيرورات الذهنية للإنجاز اللغوي لدى الإنسان. أظن إن شاء الله أني أجبت. نعم دكتور، بارك الله فيك. الدكتور إبراهيم أبو طالب، السلام عليكم. وعليكم السلام سلام. ورحمة الله، كيف الحال؟ مرحبا. شكرا سعادة الدكتور يحيى على هذه المحاضرة القيمة، شكرا لهذه المنصة المتميزة في طرحها. دكتور يحيى، أستاذنا القدير ورئيس قسمنا الحبيب، دعني أشاكسك قليلا فيما يتعلق بالحوسبة للآلة، أو يعني حوسبة اللغة. يعني أنا أريد أعرف فقط، وربما يكون تجاهل العارف، ما الهدف الكبير من ذلك؟ يعني أليست اللغات البشرية هي جهد إنساني بشري يحتاجه الإنسان، فلماذا نحوله إلى الآلة؟ هل تريدون أيها اللسانيون أن تستخدموا أو أن يستخدم هذا في الشات جي بي تي مستقبلا؟ هل توظفون هذا لذلك الغاية التقنية القادمة؟ الأمر الآخر، ما مدى، يعني لو قارنا بين لغتنا العربية وهي اللغة المجازية المتعددة وتصنف على أنها من أصعب اللغات، واللغات الأخرى، هل حوسبوا في اللغات الأخرى أمورهم تماما، أما تزال مشاريع؟ ألاحظ مثلا هنا لدينا معاجم تصنع الآن حاسوبيا، كمعجم الدوحة ومعجم مجمع الملك سلمان وغيرها من المحاولات العربية.
السؤال يعني ما مدى أهمية ذلك للمستقبل؟ يعني هل نريد أن ننزع من الإنسان قدرات هذه التخيلية والتوليدية في اللغة والجمال ونؤطرها في الآلة؟ يعني هذا مجرد تساؤل، لك سعادتك أن تختلف معي فيه أو أن تتفق، ولكني بالفعل أريد أن أعرف الغاية الكبرى من هذه الجهود المبذولة. شكرا لكم وتحية. الدكتور عبد العزيز الزهراني، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا دكتور. الله يحييك، تحية طيبة للجميع الأخوان. وسؤالي للدكتور أحمد، على حسب يعني فهمي يا دكتور، فهمي القاصر لآلية عمل هذا المعجم، يعني إلى الآن حقيقة أني أحاول أني أفهم أكثر، وما أدري لا زالت الفكرة ضبابية عندي. وعلى كل يعني تحملني يا دكتور على حسب فهمي، لو يعني طرحت بعض التساؤلات، منها يعني سؤال كيف ممكن يعني كيف طريقة البحث في هذا المعجم؟ السؤال الثاني، على ماذا اعتمدت، على أي معجم يا دكتور في أثناء بناء المعجم المحوسب هذا؟ وأخيرا، ما مدى احتياج طلابنا إحنا في مدارس التعليم العام مثلا لهذا المعجم؟ ويعني ألا ترى إذا كان هذا المعجم يقدم يعني إجابة صريحة، مثلا هذه الكلمة حقيقة أو هذه الكلمة مجاز، إنه ممكن نقتل روح الإبداع عند طلابنا، ويعني يعني روح العلم يعني بصفة عامة. شكرا لك يا دكتور، وآسف على الإطالة. شكرا دكتور. الداخلة الثانية، الأخ الكريم عمر. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. نشكر سعادة الدكتور يحيى التيني على هذا اللقاء الجميل، وأشكر الأساتذة. سؤالي بس باستفساري دكتور يحيى، أنه الموضوع عندما يلتقي، وذكرت أنت هذا وغير واحد ذكر هذا، عندما يلتقي اللغوي مع أهل الاختصاص في الحاسوب، عادة يتهم اللغوي بجموده أو بعدم مسايرته للمشروع، وغالبا قد تفشل المشاريع بسبب عدم مواكبة اللغوي للتوجه الحاسوبي نحو قواعد اللغة للحاسوب. سؤالي دكتور، هل اللغوي بني لي، يعني اللغوي لا يفهم الحاسوب ماذا يريد؟ أنا الآن لو شاركت، وقد حاولت في عدة محاولات مع الحاسوبين، لا نفهم طريقة تفكير الحاسوب، لذلك أرى أن اللغوي الذي درس وتعلم ليتعامل مع اللغة بوصفها لغة إنسانية أو ظاهرة إنسانية اجتماعية، هو نفسه غير مؤهل. لذلك لابد أن يكون هناك تأهيل لغوي حاسوبي مخصص لأجل هذا. أرى أذكر أو أستفسر إن صح التعبير الدكتور يحيى، هل يوجد هناك يعني نشاط في الجامعات العربية ليؤهلوا اللغوي ليكون أو ليتعامل مع الحاسوب؟ نعم بعد دكتور مصطفى، يمكن أن نأخذ هذه حتى لا أنسى. نعم تفضل دكتور. أنا سأبدأ من الأخير. دكتور عمر، جمود اللغويين هذا يعني للأسف يعني في الحقيقة، ما أدري يزعلون مني، لكن هذه حقيقة موجود في كثير من المشاريع اللغوية. إذا جيء باللغويين لحل بعض الإشكالات أو الوصول إلى تحليل لغوي معين، يصطدمون بعقبات، أحيانا عقبات التعصب، وأحيانا عقبات الخوف على اللغة، وأحيانا إشكالية فهم الهدف هو الذي يجعل هذا الإشكال موجود. فيبدأ الحاسوبيون يستقلون بأنفسهم المهندسون، ويعملون ما يعملون، ثم نحن ننتظر نتائج الخاطئة ونقول أخطأوا في كذا وأخطأوا في كذا وأخطأوا في كذا. طيب، نحن لم نستطع الانخراط معهم في البداية، لذلك الحل لهذا الإشكال، يعني أنا سأطرح واحد من الإشكالات.
الإشكال الموجود عندنا من تحليل الجملة الكلمة العربية إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وهو منهج العربي المعروف في النحو القديم عند النحاة والصرفيين، معروف هذا. إذا قلنا لهم أو قالوا لنا المهندسون، قال المهندسون نحن نريد تحليل آخر يتوافق مع مدونات ثانية فيها برامج تعلم قسمت المدونة صرفيا إلى سبعة أقسام أو ستة أو ثمانية، بحيث أنني أريد أن أترجم هذه الشجرة المفاهيمية أو الشجرة الصرفية إلى شجرة صرفية عربية، فأجد كثير من المكونات الصرفية ليس لها مقابل في العربية. نحن في العربية اسم وفعل وحرف. طيب ليس للنفي، هل نجعلها فعل ولا حرف؟ مع أن ممكن أن نترجمها بأن تترجم أي كلمة من الإنجليزية للنفي بما وهي حرف، أو نترجمها بليس وهي فعل. هنا يقع إشكال في هذا الجانب، فنحن ما نستطيع أو ما يستطيع المهندسون أو الحاسوبيون أن يستفيدوا من الأشياء الأخرى الجاهزة، لأن عندنا لا يوجد ما يشبهها. يعني مثلا في اللغة الإنجليزية الفعل المستمر المضارع الذي يأتي معه اي ام جي لا يمكن أن أقابله بفعل مضارع في العربية، لأنه لا يحقق المعنى المضارع في العربية، وإنما يقابله في العربية اسم الفاعل الذي سماه الكوفيون فعل دائم. فلو قلنا أن نجعل اسم الفاعل فعل، يعني مباشرة يأتي الاعتراض. فهذه واحدة، أنا طرحت مثالين الآن في الإشكالات التي تمنعنا من الإفادة من التجارب الأخرى. لكن أن ينخرط اللغويون في فهم مشكلات الحاسوبيين سنصل إلى حلول مهمة أو حلول كبيرة جدا، وسيحصل هذا إن شاء الله. الدكتور عبد العزيز الزهراني، ما الفائدة من هذا المعجم؟ هذه هي دراسة لمن أراد أن يصنع معجم محوسب يفرق بين الحقيقة والمجاز، فهو يقوم بهذه النتائج. أنا أعطيك واحد من الفوائد. لو قلت لك مثلا في ضرب الله مثلا وضرب الولد أخاه، ضرب الأولى غير ضرب الثاني، كيف تفرق الآلة بأن ضرب الأولى في الترجمة الآلية؟ لأن الترجمة الآلية هنا تعتمد على الحقيقة والمجاز، على كون الفعل مع مكوناته في الجملة يعطي معنى غير ضرب الثانية مع مكوناتها في الجملة تعطي معنى آخر. فلا يمكن أن يترجم الأولى بهيت مثلا، ولا يمكن أن يترجم الثانية بجيف أو شو، وإنما يترجم الأولى بالمعنى الذي تستحقه والثانية بالمعنى الذي تستحقه. كل نماذج التوليد اللغوي، الترجمة، التلخيص، كلها تقوم على هذا الأساس، على أساس معجمي. تقوم كلها على أساس معجمي. فهذه واحدة من أهم الفوائد التي يمكن أن إذا صنعنا معجم يفرق بين الحقيقة والمجاز أن يعطينا نتائج في الترجمة صحيحة، لا يعطينا نتائج في الترجمة خاطئة. الطلاب والاحتياجات، لا يستفيد منها الطلاب، خاصة إذا طبقنا كثير من النماذج على الطلاب الناطقين بغير العربية أو على الطلاب العرب أنفسهم في المراحل الابتدائية الأولى. فإن الطالب إذا فهم، إذا كان عنده مثلا معجم يفرق له بين الحقيقة والمجاز، فإنه يقطع شوط كبير في التدرس أو في الملاحظة أو في غيرها. وإلا شوف أساس البلاغة للزمخشري، معجم قديم بني على أساس المجاز، فهذه ما فيها أي ضرر على الإشكال، بالعكس على الطلاب، بالعكس هناك حلول ممكن أن تقدمها هذه المعاجم لهم، مثل ما تقدم المعاجم الأخرى العادية التي تعطيهم المعجم المدرسي العادي. يعني المعجم المدرسي هو يختار مجموعة من المفردات يحتاجها الطالب في هذه المرحلة، بحيث أنه يكون جمل ويكون قطع ونصوص بمعرفة هذه المفردات. فإذا تطور من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة أعلى، المفترض أن لغتي أيضا تحتوي على معجم يواكب المرحلة التي هو فيها الطالب. الصناعة المعجمية هي صناعة لها علاقة بالنمو اللغوي. الدكتور إبراهيم أبو طالب، ما الفائدة من حوسبة اللغة؟ حوسبة اللغة الآن خيار مهم جدا في كثير من الإشكالات. يعني نماذج تعلم الآلة أو نماذج التوليد اللغوي التي أبهرت العالم اليوم هي تقوم على أساس لغوي، حتى لو كانت نتائجها غير لغوية. لو أخذنا مثال تشات جي بي تي من أوبن إي آي،
هو نموذج حوسبة لغوية بامتياز. يعني لو لم يتكون من معجم إلكتروني أو معجم محوسب ذكي لما استطاع أن ينتج لنا جملة واحدة ولا أن يجيب على أي سؤال. دعك من هذا. الآن ممكن لأي تطبيق لغوي يعتمد على نموذج محوسب أو على معجم محوسب أن يقوم بتلخيص كثير من الصفحات أو كثير من مراسلات البريد الإلكتروني في ملخصات صغيرة. إذا كان المعجم المحوسب غني فإن نتائج التلخيص ستكون غنية. هذه واحدة من الأعمال. الآن لو كان عندنا خبر صحفي كتبت عن هذا الموضوع 100 مجلة أو 100 جريدة صحيح، وأردت أن يلخص للحاسوب كل الأخبار التي ذكرتها هذه الصحف ويقارن بينها ويجمع المتشابهات على جنب والمختلفات على جنب ويعطينا الأخبار الأكثر تداولا والأقل تداولا كلها تعتمد على معجم محوسب. أن تترجم من لغة إلى لغة يجب أن تعتمد على معجم محوسب. لماذا صارت الدقة الآن في ترجمة جوجل أعلى؟ لأنه نماذج التعلم عنده زادت ومراحل التعلم أخذت أشواط أكبر فصارت هذه النتائج. فمهم جدا صناعة المعاجم، مهمة جدا في أي توليد لغوي. تفضل دكتور. نعم دكتور، بارك الله فيكم. الدكتور فوزي صويلح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم، شكرا لهذا الجهود المباركة والمحاضرة الطيبة. السؤال سعادة الدكتور يحيى، كيف سيتعامل الحاسوب مع النصوص البرتغالية والتركية؟ مثلا لو عندك في النص في الحوسبة أو في المعجم المحوسب يعني كلمة مثل بسطة، وجاي يستشهد مثلا على الله يقبض ويبسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطا كل البسط فتقعد مذموما محسورا، هذه النتائج التي تفضي إليها الآية، والمجازية التي هي يعني تكون أو الكناية التي تكون بين المجاز والحقيقة، كيف سيفك شفرتها؟ كيف سيفرز سلسلة من الدلالات أو السمات الدلالية التي قد تكون شائكة مقارنة مع الكلام البشري؟ هل سيحل هذه الإشكالية بين الكلام البشري وبين الكلام المقدس؟ هذه واحدة من الإشكاليات التي يعني بدت لي بحسب ما فهمت من هذه المحاضرة، وإلا فنحن يعني ما زلنا نجهل الكثير من تفاصيلها. شكرا لك. شكرا دكتور، بارك الله فيكم. الدكتورة خولة الشنقيطي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لكم دكتور هذا التفصيل الدقيق، طبعا مثلج للقلب لأن قليلا ما نجد من يتناوله من الناحية اللغوية. أما من ناحية سؤالي فأنا أعتقد أن العمل اللغوي الغالب يعني حاليا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة الأعمال الفردية، طبعا الأعمال الفردية غير المدعومة يعني غير المؤسسية، تعتمد على تحليل الأخطاء أكثر من بناء النماذج، لأننا نعتمد يعني أقول أنها تعتمد على تحليل الأخطاء أكثر لأننا غالبا نعمل على أدوات مجهزة مسبقا لصعوبة الابتداء طبعا بإنشائها، ونأمل يعني مستقبلا بإذن الله أن توجد أدوات يعني نستطيع أن نثق فيها ونعمل عليها. فنحن الآن نعمل على أدوات جاهزة وفيها ما فيها، فعملنا الواقعي هو النظر إلى مخرجات هذه التطبيقات ومحاولة تحليلها ومعرفة أماكن الأخطاء فيها. وفي الشريحة الأخيرة يعني كان الكلام عن العمل اللغوي وهذا الجانب، يعني أعتقد أنه جانب مهم وهو تحليل الأخطاء الناتجة عن هذه الأدوات والنماذج، يعني كما هو في مجال الذكاء الاصطناعي يهتمون يعني بالتحيزات ويعطون يعني حلول للأخطاء يعني من الأدوات الذكاء الاصطناعي. فهل يوجد حل يعني ممكن أن يكون بيني نعمل معه فنستفيد يعني مما توفر من أدوات ونحاول تصحيحها من خلال يعني نظريات بحثت يعني مثلا في بعض الأخطاء الكثير دورانها في نتائج
الأدوات أو بعض الأدوات المشهورة أو الموجودة يعني حاليا في النماذج اللغوية الجاهزة فيها أخطاء يعني لا يمر يعني بها تطبيق لغوي إلا تأتي نفس الأخطاء هذه، والأخطاء هذه غالبا تكون في المعاني المجازية يعني الصرفية والتركيبية الواضحة، هذه يعني ممكن أن تظهر مباشرة ونعرف مكانها، لكن المعاني المجازية غالبا هي التي لا يمكن الوصول إلى أماكن الخطأ فيها. فأعتقد أن تحليل الأخطاء اللغوية الحاسوبية جانب مهم في العمل اللغوي الحاسوبي خاصة في هذه الفترة، ونأمل بإذن الله أن تكون هناك نتائج يعني أو أدوات يعني لغوية مبنية من الأساس يعني على عمل صحيح. وشكرا. شكرا دكتورة خولة. الأستاذ إبراهيم محمد عدي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. طبعا مشاركتي بأن هناك فجوة أصلا بين اللغوي والحاسوبي، ولذلك من خلال بعض الندوات التي حضرتها أحد الحاسوبيين من يعني في اللقاء تساءل التساؤل، فأجاب بأن الأبحاث العربية لم تتطور التطور الملحوظ بتواكب المرحلة. وهنا يعني طرحت عليه سؤال بسؤال، وهو ماذا تريد من اللغوي؟ لأن في وجهة نظري الانطلاقة لما تريده الآلة يكون من الحاسوبي، وهو لا يعرف أيضا ماذا يريد من اللغوي. وهنا يعني فجوة كبيرة جدا بين اللغوي والحاسوبي. الجميع يقول دور اللغوي ودور اللغوي، وأنا أرى أن الانطلاقة تكون من الحاسوبي بالجلوس مع اللغوي. مثلا أنماط التوليد في المستويات الأربعة، خصوصا بيان المحللات الصرفية، الحل في وجهة نظري أن هذا لا يقوم به أفراد وإنما تقوم به مؤسسات. لماذا لا تتبنى الجامعات يعني بقسمين أو بأكثر من قسم، مثلا كلية اللغة العربية مع كلية الحاسب، بأن يكون هناك مشروع لتبني مثل هذا الفكر لنصل إلى ما نريد يعني في لغتنا الحبيبة. شكرا لكم. نعم تفضل دكتور. حياكم الله. خليني أبدأ أيضا من آخر تساؤل مع دكتور إبراهيم عدي، الفجوة بين اللغويين والحاسوبيين. نقول الفجوة بين بعض اللغويين والحاسوبيين، أنا لا أتكلم عن الفجوة التي سببها مشكلة معرفية، أنا الذي أستشكله هو وجود فجوة بسبب تعصب علمي معرفي، هذه المشكلة. أما الأخرى لا، حلولها بسيطة. الذين يقولون تطورات الأبحاث العربية منخفضة، هو سبب رئيسي جدا، لأن الذين أنتجوا نماذج أو أنتجوا تطبيقات لغوية عربية كانوا اعتمدوا على أعمال لسانيين غير عرب، فاللسانيون موجودون لكنهم اعتمدوا على أعمال غير عربية أو على أعمال عربية كتبت بلغة غير عربية. يعني مثلا بنك بنسلفانيا الشجري من اللغة العربية، كل الذين أسسوه عرب لكن كل أوراقها باللغة الإنجليزية. مدونة القرآن الكريم في ليدز، مدونة ليدز للقرآن الكريم مدونة قامت على الأنطولوجيا الدلالية، وفيها معرب آلي وفيها محلل صرفي وفيها أنطولوجيا دلالية كاملة سبقت وردنت كلمات، كل الذين قاموا به عرب لكن كل أوراقها غير عربية. هل هناك حاجة إلى الدمج بين التخصصين؟ نعم في حاجة، وحاجة مهمة وملحة. هل هناك بشائر؟ نعم فيه بشائر وفي تعاون، وكثير من الورش التي تقوم في هذا النشاط، كل فيه في القطاع الواحد متخصصون من الحاسوب ومن اللغة، هذا موجود في مجمع الملك سلمان مثلا على سبيل المثال، والإنتاج الذي قاموا به لم يقم به حاسوبيون ولا لغويون منفردون.
الذي قام به فريق مشترك من اللغويين والحاسوبيين، وكثير من اللغويين الذين معنا اليوم كانوا في ورش لهذا العمل. ففيه توجه صحيح وفي نقلة إلى الأمام. أؤكد مرة أخرى أن أي عمل لغوي حاسوبي يعتمد بالأساس على اللغوي، لأن اللغوي هو الذي يحلل اللغة. لذلك سأذهب إلى الدكتور فوزي لسؤاله. أقول دكتور فوزي، إذا استطعت أن تشرح لي أنا أو لأي طالب من الطلاب كيف حدثت الكناية في الآية الكريمة، فسيستطيع الحاسوب أن يفهم. بس اشرح لي أنا أو أي طالب أو أي شخص واستطعت أن تفهمه كيف حدثت الكناية، فسيستطيع الحاسوب أن يفهمها، لأنني أنا متخصص مثلا، أو أي شخص متخصص آخر يقف على الدقائق التي فرقت بها أو بيّنت فيها كيف حدثت الكناية، سيستطيع أن يتعامل مع نموذج لغوي يفهم كيف حدثت الكناية. إذا كان مرجعها حقل دلالي فإن مرجعها حقل دلالي، إذا كان مرجعها تركيبي فإن المرجع التركيبي، يعني كل هذا تستطيع الآلة التعامل معه. فقط أين هم البلاغيون الذين يفصلون البلاغة على أساس رياضي ومنطقي؟ ما في شيء اسمه، لا يوجد شيء في اللغة نقول عنه أنه سحر لا يمكن تحليله، لا، هذا شيء شكل من أشكال محاولة إيهام العالمين بأن اللغة العربية لغة صعبة. ترى نحن عندنا في اللغة العربية في أشياء من السهولة لا تقارن بلغات أخرى. يعني نحن عندنا في اللغة العربية ثلاث أزمنة ممكن أن نعبر عنها، بالماضي والحاضر والمستقبل، بينما تجد في لغات أخرى 36 زمن، 36 زمنا، شكل من أشكال التعقيد. نحن عندنا في العربية لو قلنا أن الرموز العربية 28 وبأشكالها المختلفة اضربها في ثلاث، وبشكل آخر اضرب 28 في أربعة، ابتداء الجملة ووسط الجملة ونهاية الجملة والحرف المفرد. لاحظ اللغة الصينية متقدمة عن اللغة العربية في المعالجة الآلية، وفيها عد ما لا يحصر من الرموز. المسألة ليست مسألة، المسألة هي مسألة إيمان بالتبسيط وتذرير اللغة. الدكتورة خولة، تحليل الأخطاء، ترى تحليل الأخطاء يا دكتورة شيء مهم جدا، يشترى بفلوس أن تأتي إلى تطبيق وتحلل الأخطاء التي حدثت فيه ثم تسلميها للذين أنتجوه، هذا يدفع فيها مبالغ مالية. اللغوي مهم جدا في تقويم العمل، لكن بشرط أن لا يقول هذا خطأ ويسكت، أن يقول هذا خطأ وسببه أنكم فعلتم وفعلتم، فيذهبون إذا فعلتم وفعلتم ويصححونه بس فقط. وإلا فهذا العمل تحليل الأخطاء عمل مهم جدا، وهو عمل تقويمي، لأنه لا يوجد، هو واحدة من نماذج أو من دورة النمذجة، فيها جزء مهم جدا قبل الإطلاق اسمه مرحلة التقويم أو التقييم. هذه المرحلة مهمة جدا نحتاج فيها إلى اللغوي حتى يقيم أو يقوم المشروع. تفضل دكتور. طيب دكتور، تقريبا انتهى وقت المحاضرة وانتهت المداخلات، ويعني نرجو منكم كلمة في ختام هذا اللقاء الممتع، بارك الله فيكم. أشكركم يا دكتور، أشكر المجمع والقائمين عليه، أشكر الحضور على صبرهم هذا الوقت، وأسأل الله التوفيق والسداد. اللغويون الذين أغلب الموجودين إن لم يكن 100% من الموجودين منهم، العمل عليكم أنتم في توصيف اللغة، العمل الأساس علينا نحن في توصيف اللغة وفهمها، كيف تنتج الدلالة، الخطوات 1 2 3، هذه أهم ما يؤثر في الموضوع وهو شغل أو عمل اللغويين. شكرا جزيلا دكتور. الختام يتقدم بأخلص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور يحيى اللتيني على هذا العرض الفياض بالمعلومات القيمة والتوضيحات الغنية فيما يتعلق بقضايا حوسبة اللغة والمعجم المحوسب ومدى توظيف التقنية في الوقوف على الحقيقي والمجازي في صناعة هذا المعجم، وهل ستستطيع الآلة الكشف عن الحقيقي والمجازي منها أم لا، وأن المعجم الذكي هو محاولة لمحاكاة السيرورات الذهنية للمعجم الذهني
وأن التفاهم المشترك والاندماج بين اللغويين والحاسوبيين يصنع الجديد الفريد في حقل الحوسبة المعجمية، وأن الأساس في عمل الحاسوبي يقوم بشكل كبير على عمل اللغوي. فكل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ دكتور يحيى اللتيني، وكل الشكر والتقدير لكل من شرفنا وشاركنا من الضيوف بمداخلاتهم القيمة وإضافاتهم الجادة. ونود أن نلفت عناية حضراتكم إلى أنه في حال الرغبة في إصدار شهادة حضور، نرجو ملء النموذج المرسل، كما نشير إلى أن لقاء السبت القادم بإذن الله سيكون عنوانه ما شك فيه ابن فارس في مقاييسه، يصحبنا فيه سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله ناصر القرني الأستاذ في جامعة أم القرى. فإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.